طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تسألت كيف تبنى ناطحات السحاب؟ بداية خلونا نتفق على أن البنايات تحتاج لأساس قوي حتى تتحمل وزن البناء بالضبط. هذا المنطق السليم كان موجود منذ قديم الزمن، فالفراعنة مثلا بنوا أطول البنايات عرفتها البشرية قبل الميلاد، لكن لغة التصميم هذه لم تعد تتناسب مع أسلوب المدن الحديثة باعتبار أن القاعدة راح تاخذ مساحة كبيرة جدا. ولحسن الحظ مادة قوية زي الخرسانة جنبتنا من هذه المشكلة اللي تتكون من ثلاث عناصر بسيطة وهي الإسمنت والحصى والماء. وتكمن ميزة هذا الخليط بأنه قابل للتشكل وعندما يتصلب يصبح قوي جدا. لاحقا وفي عام 1957 قدم المعماري الأمريكي فرانك رايت في كتابه وصية تصميم لبرج إلينوي الذي بلغ طوله 1 ميل. فسخر منه النقاد واختلف معه الكثير من المهندسين مدعين بأنه لن يتحمل تأثير سرعة الرياح وقد ينهار. وهنا تجي المشكلة الثانية عند البناء، فكلما زاد ارتفاع المبنى كلما زادت صعوبة ثباته، خصوصا أن الرياح قد تصل سرعتها إلى 115 كيلومتر عند ارتفاع 600 متر تقريبا. وعندما يتعرض المبنى للهواء بهذه السرعة تتكون دوامات خلفه جاعلة المبنى يتأرجح، وقد يتأثر من بداخل المبنى، بل وأسوأ ممكن تحصل تشققات من خرسانة فينهار المبنى. ولذلك يتم تصميم ناطحات السحاب بشكل ديناميكي، فالبعض استخدم الزوايا المنحنية لزيادة انسيابية المبنى، والبعض الآخر قام بوضع فتحات ليمر الهواء من خلال المبنى، وآخرون زي برج تايبي 101 أخذ المسألة لمستوى مختلف. فنظرا لكثرة الأعاصير التي تتعرض لها تايوان، أراد أن يتأكد المهندسون بأن المبنى سيظل صامدا مهما كانت الظروف، فتم تثبيت أوزان ضخمة معاكسة تقوم بامتصاص تأرجح المبنى. الفكرة بسيطة، في الواقع المسألة أشبه بمبدأ البندول والسبرينجين رفاق. فعندما يدفع هذا المجسم لليمين مثلا سيقوم البندول بالاتجاه عكس الحركة، صح؟ ممتصا الطاقة الحركية ومقاوما تأرجح الجسم. وهكذا بالضبط يعمل النظام المستخدم بمبنى تايبي 101، بس طبعا يطلق عليه اسم أفخم من مجرد بندول، توند ماس دامبر. ناطحات السحاب بحاجة أيضا لأرض قوية تدعم وزنها، فبرج بيزا المائل مثلا بني على طبيعة أرض ترابية لم تتحمل وزنه فمال، فما بالك يا صاحبي بأطول برج بالعالم اللي يعادل تقريبا 14.5 برج بيزا ويزن حوالي 500,000 طن. فحتى يتجنب برج خليفة الغوص في الأرض تم وضع 192 عمود حديدي داعم تسمى بايلز، فقوة الاحتكاك بين التربة والأعمدة تقوم بتثبيت المبنى. فكر بالموضوع كأن هذه الأعمدة عبارة عن أوتاد لخيمة ما. يبلغ طول هذا الصرح العظيم 830 متر، ولكن تتخيل يا صاحبي بأن هذا الارتفاع عالي جدا لدرجة أنك تستطيع تستمتع بمنظر الغروب مرتين. فعندما تكون على مستوى سطح الأرض سترى الغروب طبعا، وإذا صعدت إلى الطوابق بالغة الارتفاع سترى الشمس تغرب مرة أخرى. هذا الأمر جعل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تدعو سكان الطوابق الشاهقة إلى تأخير الإفطار في رمضان من دقيقتين إلى 3 دقائق. وبما أن رمضان على الأبواب، إذا كنت ناوي تحجز في برج خليفة يا صاحبي العبها صح واسكن تحت.